كأنك لابس نظارة شمس في عز الليل، مش شايف من وراها حاجة، انت شايف الأحداث كلها بنظرة سوداوية بحتة. أنا عارف إن في مشكلة بس مش قادر أحدد إيه هي، أنا مش هينفع أفضل كده. فطيب أنا طرقت أبواب كتير، طرقت أبواب أهلي، طرقت أبواب أصدقائي، طرقت أبواب ناس ليها خبرة في الحياة، ومع ذلك ما لقيتش حل. طيب خلينا نشوف الباب الطب النفسي ممكن يقول إيه، أو الطبيب النفسي ممكن يساعد إزاي، مع اقتناعي التام وقتها إن أنا رايح إن الطبيب النفسي اللي هيقدر يحسن علاقتي بأهلي، اللي هيقدر يخليني أرجع أحب نفسي، اللي هيقدر يشيل المزاج السوداوي مني، مش هيقدر يخليني أتفائل. أنا كانت دي قناعتي وقتها. بعد الأسبوع الثالث من بداية العلاج بتاعي اكتشفت إن الدنيا بدأت تتحسن، اكتشفت إن الدنيا بدأت تختلف، حسيت إن في بارقة أمل. في سؤال اتكرر على مدار كذا يوم من الناس حواليا، انت مش معقول هتكون حباية دواء هي اللي بتعمل فيك كده، يعني مش معقول 40 ميلي جرام من صنف دواء معين هو اللي هيخليك ان انت تتكلم معانا، او ان انت ترجع تنزل شغلك، او ان انت ما تنعزلش عن الناس ويبقى مزاجك كويس. فكتبت بوست على الاكاونت عندي على الفيسبوك، شرحت فيه احنا كناس عندها اصابة نفسية بنعاني من ايه، او الادوية بتمثل لنا ايه في حياتنا، او اهمية الطبيب النفسي بيمثل ايه في حياتنا. البوست ما كملش 24 ساعة اكتشفت ان هو يعني انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. من هنا فكرت ان انا اسس مبادرة مجتمعية هدفها زيادة وعي المجتمع بالصحة النفسية والإعادة دمج المصابين نفسيا في المجتمع مرة اخرى. ما لقيتش اسم ألطف من فرصة تانية، لأن أنا بعتبر أنا كأحمد يوسف مؤسس للمبادرة بعتبر أن أنا اتولدت من جديد بعد بداية تناولي للعلاج وبعد بدايتي لزيارة طبيب نفسي. فما لقيتش اسم ألطف من اسم فرصة تانية أن هو يكون اسم للحملة. احنا على مدار سنة قدرنا ان احنا نساعد ما بين 250 شخص لحد 300 شخص في اعادة توجيههم لطبيب نفسي مرة اخرى بعد انقطاعهم لفترة، او لزيارتهم لطبيب نفسي لاول مرة في حياتهم. هنحاول ان احنا نقيم دورات تدريبية للاخصائيين الاجتماعيين في المدارس في المرحلة الاعدادية تحديدا، وفي المرحلة الثانوية سواء التجارية او الفنية او العامة. مش هنقول زيادة وعي لان الناس دي على مستوى وعي عالي، ولكن عشان يكونوا على مستوى تفكير الشباب او الجيل الجديد اللي طالع اللي بيستلزم اسلوب معين في الكلام وبيتطلب اسلوب معين في التفكير. النتيجة الطبيعية ان لما الوعي يزيد هنخلق جيل او هنخلق مجتمع متقبل للشخص المصاب بعد ما هو يبتدي يعترف ان في عنده مشكلة، وبعد ما يبتدي ان هو يروح للطبيب ويتحط على الطريق السليم هيبتدي ان المجتمع يتقبله، هيبتدي يتعايش في سلام مع المجتمع اللي حواليه، هيبتدي ان التنمر عليه بيبتدي يقل، اللي هو انت مش متدين، انت مش مقرب من ربنا، انت ما بتقرأش القرآن، انت لو قربت من ربنا مشكلتك دي كلها هتتحل. وده الهدف اللي احنا بنشتغل عليه في الحملة، حملة فرصة تانية، ان احنا عايزين نرفع زيادة وعي المجتمع عشان نرفع النسبة المتلقية للعلاج من المصابين نفسيا. اكتشفت ان في امل، اكتشفت ان في حاجه تستاهل ان الواحد يروح لطبيب نفسي ايا كان ايه هو الهدف اللي ربنا اختارنا عشانه. عشان نكون مصابين باصابه نفسيه لازم ان احنا نكون قدها، لازم ان احنا نواجهها بصراحه، احنا ما فيهاش كسوف.